هنا تتراوح من كام لكام للمتر؟ احنا الاول عندنا 2 تايبس للمباني، يا اما ارضي وثلاثة دور اللي هي شكل العمارات، او ارضي واول اللي هي بتبقى الشاليهات. المساحات عموما استارتنج من استوديو 55 متر لغايه 350 متر، دي بتبقى الفيلا الاول صف على البحر. تمام تمام. الاسعار من اول 550 لغايه 6 مليون بمختلف بقى المقدمات ومختلف انظمه التقسيط يعني. تمام. وبنبقى عاملين طبعا اوفرات في فتره المعارض. تمام. ايه الاوفر اللي موجود في معرض السنه دي؟ في عندنا بتبتدي من اول زيرو داون بيمنت، تمام، وبيوصل معاك التقسيط لغايه 6 سنين. غير كده احنا بنبقى حوالي 25% ده بيبقى المقدم.